في اشخاص دائما بجربوا ينزلوا من نجاح شخص ثاني، اليوم انت عم تتكرمي وفي اشخاص قالوا ومشيت ما حقق النجاح المهم، بده يشككوا بالجائزه اللي بتاخذيها، شو بتقولي لهم؟ ما بدي اقول لهم شيء، بقول لهم كل انسان عنده رايه بالنتيجه، اكيد انت ما فيك تعملي عمل بيحبوه كل العالم، في عمل بحبوه ناس وفي عمل نفس يعني نفس العمل في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبه، وانا بحترم كل الاذواق وبحترم كل الاراء. يعني انت بتقعديهم كمان هيدا رمضان رح تقعدي تكتبي؟ اكيد. بلشتي شيء او لا؟ بعد. في اشخاص كانوا عم بيقولوا انه يا ريت كارين اذا بدها تكتب ما تمثل هي دور البطله، شو رايك بهذا الحكي؟ كمان هيدا رأيهم، بس اوقات بيكون مطلوب منك هيدا الشيء، وبطبيعة الحال انا لما بكتب لحالي بعرف اكتب شيء سبيسيال لإلي، فلما بكتب لإلي مش ممكن اعطي الدور لغيري، لما بكتب لغيري بكون عم بكتب لغيري عارفه من الاساس.